مسرح البرايم بنسمع كل الاغنيات الناجحه، اغنيه اليوم واغنيه امبارح، اغنيه التراث واغنيه الشباب واغنيه العمالقه، والاهم انه في اصوات قادره تغني كل الالوان يلي بدها صوت وخبره واحساس. بنسمع محمد دقدوق وساره بوصل الطرب. وجهد اساتذه. بشكر خليل ابو عبيد وبشكر وبذكر انه محمد دقدوق كان اول طالب بيتم اختياره على رأس قائمة التوب 5. فهل حافظ دقدوق على موقعه؟ مين تراجع ومين تقدم؟ منشوف ربورتاج التوب 5.
بالتوب 5 لهالاسبوع بالمرتبه الخامسه جيلبرت. اثبت جيلبرت حاله على المسرح وكان مرتاح جدا. جيلبرت عنده خط فني واضح قدامه، الهوية الفنية عم يشتغل عليها ويطورها. بالمرتبة الرابعة عبد السلام. عبد السلام طالب مجتهد عم يتقدم يوم بعد يوم وعم بيبرز قدراته على المسرح بالأكاديمية. بلا حب بلا وجع قلب وجانا من ورا هالحب غير الألم غير التعب وش جانا. بالبرايم الماضي غنى عبد السلام بأحاسيس عالية أثبت إنه بيستحق يدخل على التوب 5 بجدار. يا ناس أنا ما بيتفا قلبي من الحب والتفا، وين العشق وين الوفا ودانا. بالمرتبة الثالثة كريستي. حضور قوي على المسرح، غناء ثابت ولع الجمهور. ثلاث اطلالات حافظت على مستوى عالي من الاحترام. هزت كريستين المسرح برقصة وغناء والشو الكامل اللي قدمه. بالمرتبة الثانية ياسمين. ياسمين تقدمها بخطوات ثابتة نحو القمة. عشت ياسمين الأغاني اللي أدتها للمرة الثانية، ولعت الجمهور وأثبتت إنه بعفويتها وحضورها اللافت هي قد الحلم. بالمرتبة الأولى نسمة. صوتية جميلة جدا سمحت لنسمة تلمع وتثبت حالها. الصوتية خطفت نسمة كل الأنظار وكانت الأقوى عن جدارة. جيلبرت، عبد السلام، كريستين، ياسمين، نسمة، هن اللي احتلوا المراكز الخمس الأولى، وليحافظوا على مراكزهم لازم يشتغلوا كتير لأن الطريق بعد بأول. مبروك نسمة، مبروك لكل الشباب والصبايا. نسمة بتستاهل تكوني نمبر 1 بالتوب 5 هالأسبوع.